وخبيرنا التحكيمي الكابتن سمير محمود عثمان الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم، عشان نشوف يمكن التليفون قطع هنتواصل معاه تاني. لكنه الحديث عن ستيفان كوفاكس الروماني، شخصيته، ما ترشح عنه من معلومات، كل اللي صدر عنه، ايه شخصيته المتوقعه؟ كابتن سمير اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ تحياتي وتحيات المهندس عدلي. وتحياتي المهندس عدلي طبعا. اخبار حضرتك ايه؟ مش جاهز تلعب الماتش ده انت وخلاص؟ يا ريت يا ريت يا ريت عشان يعني تبطل تاني. يعني يا استاذ ابراهيم، هو لما كان موجود كان بيلعبوا؟ ماما كانوا برضه الاجانب عشان مش هتيجي للاسف. لا بص طبعا ماتش القمه ده لازم يبقى له ترتيب، زي ما الفرقتين بيوضبوا للمباراه دي سواء المديرين الفنيين. كان المفروض برضه على لجنه الحكام الرئيسيه انها تتحرك بدري لاختيار حكم ذو مستوى عالي، تمام؟ احنا مش عاوزين نتكلم على الحكم، عشان الحكم كتاريخه في اوروبا هو مش من المصنفين من الكاتيجوري A ولا B، لان في دوله رومانيا الحكام لو دخلنا على الفيفا ليست بتاعت رومانيا هتلاقي في حكم وحيد بس مصنف في كاتيجوري B مش A كمان في اليوفا. الحكم اللي هيجي لنا ده ان شاء الله ده من الحكام اللي صاعده في كدوله، كحكم دولي في رومانيا. تصنيف ثالث في بلاده. ها هم لا مش مصنف. الحكم الوحيد المصنف في اوروبا هناك عندهم مصنف بي كمان مش ايه، انت عارف حضرتك عندهم اليت اي واليت بي، هو في حكم واحد بس روماني هناك في إيه؟ مصنف بي بالضبط. اوكي بي كمان، يعني رومانيا كلها هو حكم واحد بي، تمام. الحكم اللي جاي جديد ده ما لعبش لسه مباراه في الدوري الاوروبي، مباراه قليله جدا، حتى لو رجعنا دخلنا على النت هتلاقي الكلام بيقوله لحضرتك. انا كنت بس ايه كابتن ابراهيم وباشمهندس عدلي، كان لازم يعني كان لازم لجنه الحكام تتحرك بدري شويه لسبب بسيط. الدوريات الاوروبيه رجعت تاني هتستنى في يوم السبت والحد خلاص، تمام؟ رقم واحد. رقم اثنين، الدوري السعودي هيبتدي من بكره وجمعه وسبت وحد، وحضرتك عارف الدوري السعودي كل مباريات الدوري السعودي بما فيهم الحكام والحكم الفي ار والحكم الرابع بيبقوا من اوروبا كاتيجوري A وبتوع كاس العالم. فطبعا الفرصه انك تختار حكم صاحب اسم ومعروف للعيبه ومعروف للجمهور ده يفرق جدا في اداره المباراه ويسهل اداره المباراه، طالما الحكم المعروف يا كابتن ابراهيم بيدي برضه الطمانينه للجمهور وللعيبه. طبعا. فلازم انا المفروض كان يبقى في تحرك بشويه. اذا التحفظ على التحرك المتاخر رغم ان المباراه محدد ميعادها من بدري جدا. بالظبط، لان الماتش ما اتعملش فجاه، احنا كلنا صحيح. عارفين من اكتر من شهر ونص في مباراه قمه 30 مارس وكان لازم الناس تقرا في الدوري الاوروبي خلاص رجع تاني مباراه اوروبا رجعت، مين اللي هيجي؟ مع احترامنا طبعا ماتش القمه، بس مباراه هناك في الدوريات الاوروبيه برضه ليها اهميه زي المباريات بتاعت يوم. طبعا طبعا. طيب قبل ما اكلمك على شخصيه المدرب من واقع المعلومات يا كابتن سمير، احنا كان عندنا توجه قبل كده، كنا بنجيب حكم من المستوى الاول بل من الحكام المونديالين الكبار، وكان طبعا دايما وابدا طبعا كل الاساتذه الكبار اللي المسؤولين عن لجنه الحكام لما كانوا بيدفعوا ده بيقول لك هنجيب حكم عشان حكامنا يتعلموا منه، كنا بنسمع ده من الكابتن محمد حسام والكابتن حسين فهمي على الجميع رحمه الله. احنا تخلينا عن التوجه ده ليه؟ عشان انت اتحركت يا كابتن ابراهيم متاخر جدا. انت كنت لازم تجيب حكم اسمه كبير، انت الحكم تجيبه اسمه كبير لازم تكلمه الاول، الدنيا بره ليها ترتيب، يعني انت عارف حضرتك الدوري الاسباني هيبتدي يوم السبت الجاي، الطقم كل لمده اسبوعين خلاص اتعينوا، فانت صعب النهارده تتكلم مثلا دوله اسبانيا تقول عاوز حكم، لا هو متعين خلاص، وهناك لا يمكن الاتحاد الاسباني يشيل حكم من الاسبوع في الدوري الاسباني. يعني مباراه محدده من شهرين نقدر نقول اتحركنا. والله يا استاذ، طب كابتن، هل يا كابتن هل سمير الموضوع سمير يعني الفلوس بتختلف؟ انا بدفع فلوس يا كابتن. لا هي الفلوس، هي الفلوس. طبعا هي الفلوس. ما باشمهندس هو ده فعلا للاسف ده اللي حصل، والدليل على كده احنا اول مره نتاخر في اعلان الحكم، احنا لغايه امبارح يعني التصريحات قال الحكم هيجي، كان في حكم اوزبكستاني المفروض كان يجي برضو كله اعتذر، لان انت الطلب بتاعك متاخر قوي. الاوزبكستاني ده كان تصنيفه اعلى؟ لا طبعا، ده لعب كاس عالم، ده لعب ثلاثه كاس عالم. لعب ثلاثه كاس عالم، وهو انت برضو وهو اللي اعتذر. طلبته ليه بقى؟ لان انت طلبته اول امبارح،
ما ينفعش يا جماعه، ده ماتش قمه، ماتش مهم لازم يبقى فيه اهتمام. الله، هسالك سؤال، هو اول امبارح ايه يعني، هم سربوا الاسم قبل ما يتفقوا معاه؟ لا انت كطلبه، انت طلبته متاخر، هو خلاص اتعين في الدوري بتاعه. يعني انا عاوز اقوله يا باشمهندس، المدير الفني بتاع النادي الاهلي والزمالك مش هما بيتدربوا قبلها فترة عشان المباراه دي؟ طبعا طبعا، كان لازم يبقى فيه اهتمام برضو من لجنه الحكام بمباراه زي دي، واتمنى له التوفيق يا رب، يبقى يعمل مباراه كويسه جدا. الحكم ما نقدرش نحكم عليه لان ما عندناش هيستوري ولا تاريخ ليه هو لعب ايه. طب لما يبقى مطلع يعني مطلع 251 كارت في 57 مباراه، يعني المعدل بتاعه 4.5 كروت تقريبا في كل مباراه، ده معدل رايك في شخصيته ايه؟ ده لسه صغير تمام. أيوة. ممكن ما يكونش لسه اكتسب خبره كبيره، وقد يكون الكروت كلها مستحقه، بس النسبه عاليه اما تلاقي 4 كروت وي في مباراه، لا يعني ده ممكن يكون قد يكون متسرع شويه. 35 سنه سنه، ما صغير شفت يعني. بص ده اللي انا بقوله، هو بينطبق بالارقام بالاحصائيات اللي طالع من عند حضرتك مع سنه 35، طبعا سنه لسه صغير ما اكتسبش خبرات عاليه، والدليل على كده بؤكد لك هو ولا في الكاتيجوري ايه ولا بي في اوروبا. و20 ضربه جزاء برضو، القرار قريب عنده سريع. بص يعني اما تكون عدد ركلات الجزاء تمام وسليمه مش مهم العدد، انما في عدد مباريات ممكن تبقى قليله والرقم ده لا يدل، ممكن يكون قد يكون تسرع. وترجع برضو يا كابتن ابراهيم الخبره، ليه حكام كتير جدا ممكن يتخموا في مساله السيميليشن دي، ترجع للخبرات. وانا بلاحظ حتى المباريات اللي بيديرها، غير ان لعب كتير في مراحل الشباب، بس حتى المباريات اللي على المستوى الكبير مباراه ما فيهاش حتى المستوى التنافسي النديه، يعني دايما فريق كبير ضد فريق صغير، فرنسا بتلعب ايسلندا، اوكرانيا بتلعب جزر الفارو، باستمرار فيه هتلاقي فرقه ايه وفرقه سي بالظبط، هلاقي حل يعني، هو مش هيلاقي جمهور ومش هيلاقي ضغوط. اتمنى له يا رب التوفيق عشان الماتش ينجح، احنا عاوزين كل الماتش يخرج بصوره كويسه، بس العامل الرئيسي واهم عامل هو عامل التحكيم، لازم ان شاء الله يبقى موفق عشان نتفرج على المباراه كويسه باذن الله. ان شاء الله يا كابتن سمير. يا رب. شكرا جزيلا للكابتن سمير محمود عثمان خبير التحكيم والحكم الدولي السابق.